أقول في السؤال الأول، الصحابة اللي كانوا حاضرين في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مرحبا بك مجددا الشيخ. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها، وقالت توفي بين سحري ونحري. نعم. وهذا الذي ورد في حضور النبي عليه الصلاة والسلام هي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. بعد ذلك ورد دخول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو الذي كشف الغطاء وقبل النبي عليه الصلاة والسلام وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله. ورد أن علي رضي الله عنه كان خارج المدينة ثم أتى بعد ذلك، وتوافد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وصلوا عليه جماعات أفذاذا، يعني سمعوا منادي تكلموا في من كيف يغسل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهاتف يقول غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ثيابه. وبعد ذلك صلوا عليه جماعة فرادة 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 صلوات الله وسلامه عليه.